السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. معكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البطارخ. طبعا الموسم بتاعها بدأ من الشهر ده، من شهر نوفمبر، وهو ما بيقعدش كتير، أخره شهر واحد زي ما احنا شايفين كده. طبعا البطارخ بتاعة سمكة البوري من أعلى أنواع البطارخ طبعا، وأفيادهم في القيمة الغذائية كلها فسفور زي ما احنا شايفين. بقى هو طبعا بيفرغوا السمكة. عايزة اقول لكم ان السمكة المبطرخة يعني كل الفيتامينات اللي موجودة فيها والفوائد كلها بتحطها في البطروخ. السمكة نفسها ما بيبقاش فيها فايدة طبعا زي البطروخ. ده العشاق البطارخ، ففي ناس كتير بتشتري السمك علشان البطروخ وممكن ما يأكلوش السمكة اصلا. وعلشان كده في ناس كتير بقى بتفرغ السمك زي ما احنا شايفين كده، ويبيعوا السمك ده بقى فوارغ لانه ما بيبقاش فيه اي قيمة غذائية، فبيبيعوها بحوالي 30 جنيه بسعر بخسي جدا يعني. انما البطارخ دي بقى بتتباع غالية جدا جدا، يعني ممكن يوصل الكيلو منها ل 800 جنيه. طبعا بطارخ البوري بتاع القنال، البطارخ البلدي، وليها اكتر من طريقه طبخ او طهي. طبعا ممكن تتشوي بالزيت والليمون، وممكن تتقلي، وممكن تتعمل طواجن. عايزه اقول لكم يعني ما يعرفش قيمتها فعلا غير اللي جربها. وان شاء الله هنبقى نعملها برضو مع بعض في القناه، لانها طلبت مني اكتر من مره، وناس كتير كانت عايزه تعرف هل موسم البطارخ بدا ولا لسه. عشان كده حبيت ان انا انزل لكم الفيديو ده عشان اقول لكم ان الموسم بدا، ويلا الحقوا بقى اشتروا البطارخ علشان الموسم ما بيقعدش كتير. وإن شاء الله انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.